عم يضحكوا على أمك. على أمي؟ يو يو ما حكيت عنزي على باب المسلخ انت وياها. لح معيب عليكم، لح معيب عليكم عم تضحكوا على أمي. يو مين عم يضحك على أمك؟ بنتك وكنت. يو اسمعوا على السمعة، من حصة طلعوا بتكون هي العقرب الصغيرة. مارك عمي شفتن بعيني، ما حدا قال لي. وليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه، مو هيك سلمان؟ مو مو عم يضحكوا يعني مع عليا، صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قل لي صهري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي، بيت ابوكي اولى فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بايدك. حاجة بقى صهري حاجة، نحن عطيناك حرمة مو خدامة لأمك وأخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة لينخرب؟ امشي يا مو امشي. وفيقة شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملائكتها. يعني ولا البنت؟ ايه سيدي ولا البنت. ايه شو عليه؟ وفيقة انت طالع. شو؟ لا عبدو لا عبدو الله يخليك. لا طلقتها يا منظور. الله يا 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 انت مبسوطة هلا؟ ضليتي تحوسي تحوسي لحتى طلقها. كان شو دخلني؟ هو اللي طلقها. هو اللي طلقها؟ ليش لحتى تطلقها؟ ليش؟ هيك تبلي. تبلي ولا من على عيلك؟ أبو صفوان أنا ماني ناقصتها. لك أنت هلا ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس؟ ما رح تجوقي؟ بقية الناس يعني مين؟ أختك موضح؟ مين جاب سيرة أختي بدي أفهم؟ أبو صفوان أختك موضح هي سبب طلاق بنتها. ليش أختي شو دخلها؟ على بنا عبده راح لعنده يجيب اخته ويجي. ايه ورجع عم بيفور فوران ودغري فات وطلعها. بايني اشكره بايني ابصر شو وزت له براسه. شو بس الله كبير الله كبير، شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحده ترملت وانفلجت، والثانيه راح ابنها وما رجع، والثالثه مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير يا ويلو اللي ما بيخاف منه يا ويلو. صبحيه بكفي بقى بكفي. ابنك عمي الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي انت ليش مطلقه لوفيقه؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا اله الا الله. ما بيجوز لك عمي ما بيجوز. ابغض الحلال عند الله الطلاق. كعمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي انا واقع بين نارين؟ ويلي اختي وعمتي ام وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي ام صفوان من ناح تاني، علي الحلال ضعت ما عاد عرفت حالي وين؟ يعني ما طلقتها كرام فيها؟ اعوذ بالله عمي، اعوذ بالله، انا بحبها لوفيها ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق الببو بامه. هو يا ابن اخي وهي بنتي، وبدي رجعهم لبعض على سنة الله ورسوله، شو فيها هي؟ عيب؟ ايه عيب. وفيقة ما رح ترجع له إلا ليساوي اللي طلبناه منه. حسبي الله ونعم الوكيل، وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته. لا لا تخاف، عبده بيموت على وفيقة، ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له. أنت لك على حكمك يا الله.
سلامة قلبك يا أمي. والله ما بتستاهل. السلام عليكم. عليكم السلام. خير أمي فيها شيء؟ لا تقلق على حالك. أمي كيف صرت إن شاء الله أحسن؟ الحمد لله ماشي حالك. شو صار معك تقبرني؟ مرت عمي ما رضيت ترجعها. يا الله يقصف عمره إلهي. عمتي لا تشغل بالك، عمك أبو وضاح بده يحل لك المشكلة ويرجع لك وفيها. أنت بتعرف عمك لما بيدخل المشكلة ما بيتركها لحتى يحلها. عمي أبو وضاح بده يرجع وفيها؟ إيه عمتي إيه، بس أنت طول بالك بس شوي. طول عمره كبير ومفضل على رأسنا. عمتي من شاء الله لا تواخذوني، أنا غلطت بحقكم أنت وعمي أبو وضاح، بس والله مو بيدي. لا يا تقبرني، ليش نحن بنزعل منكم؟ الله بيعلم غلاوتكم من غلاوة سميحة ووضاح. الله يجيبهم بخير وسلامة. آمين. آمين يا رب. بس شو المشكلة إنه أبو صفوان وجماعته ما بدهم يرجعوا الحرمة لجوزها إلا إذا كان رجعت مرت وضاح لبيت أهلها، وتفضلوا حلوها بقى. لا يا أبو صفوان، يعني بلا منقودية أنتوا على غلط. إيه والله، يعني ما معكم حق بنوب. الله يا جماعة أنا من ناحيتي أحب ما على قلبي إنه بنتي ترجع. يا أبو صفوان. والله يا جماعة هالقصة ما عم تخرط بمشطي. يعني شو بدهم بحرمة وضاح الله يذكره بالخير حتى تترك بيت جوزها وتيجي تعيش بيت أهلها؟ شو دخلهم فيها؟ لكن القصة قصة مجاكرة. أم صفوان بدها مرت ابني تعيش هي وبنتها ببيت واحد مشان تنتقم منها. يا لطيف اللطف يا رب. مثل ما عم قلك شيخي، ويمكن أبو لطفي عنده خبر بهالقصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه نعم إيه نعم في هيك شيء. طيب ليش لا؟ يا بيه بتفوت بتقوله إن أنا من بيتنا بالمنيح أحسن ما أفوت أنا بإيديه أنا وقلل من قيمته. بس لك صفوان بطي صوتك، أنت نسيت إنه هذا عقيد الحارة ما بدنا مش أكل. لك إيه بلا عقيد بلا ضراب الصخر، روح يعمل عقيد على أهله ويجي يعمل عقيد علينا. ماشي حطوا لورا وأجي قيمته لهالباطل. وهذا الثاني نمر الخشاب بتقوله يتركنا نحل مشاكلنا نحن وصرنا لحالنا. صوتك شو صار؟ ما بدي وطي صوتي. طول بالك عجيب. طول بالك. أبو صفوان ابن حماي بعرفه. لك ماله كلمة بهالبيت، ما بيهون على حاله. الكلمة كلها لمرته ولا صفوان. فاح وشك بالرحمن. إيه لا تفضحينا يا أم صفوان، لا تفضحينا. أبو صفوان يا أبو صفوان. يلا جاي جاي. أجلكم هاي سمعوا الدور. يا سيدي دخيلك ويسمعوا. لا تواخذوني يا جماعة، تأخرت عليكم. وعم تتواخذ أبو صفوان. بس ابعت لي هذا ابنك اللي عم يتنطط بين الحريم لورا لحتى ربي لك يا. ما في لزوم عقيد، ما في لزوم. إذا بتريد خدمة طبي. ما في حدا، تفضل، تفضل سيدي، تفضل. يلا يلا. يلا تفضل. يلا دستور. فوتوا يا جماعة. يلا. شو في ست رجليك عسى ما سفك ما في إيدي، فوتي. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. يلا. إيه جديد. يلا. صفوان. مين قول؟ ضايع فضاي؟ قول يا جماعة، قول بقى توطي. شوف شو حوشك بالعضلة. والله مواتا، تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتركيني يا مو، بك إن شاء الله اتركيني خليني شايفة تشريك. ليش في هذا؟ شايفة تشريك؟ يا مو عم بقول لك اتركيني يا هذا تجنني. ولا جنبك بلا ما عزفتك. ما خليتي ليه؟ لك عم بقول لك